مرحبا ويعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم بهاي الدورة الجديدة من QA كارت. هاي الدورة راح نغطي فيها واحدة من أهم التولز في عالم الأوتوميشن تيست حاليا بعام 2021، اللي هي السايبرس. وليش بحكي عنها إنها مهمة؟ لأنه أغلبية الشركات الكبيرة والشركات بشكل عام عم بتحول من السيلينيوم للسايبرس. السايبرس هي عبارة عن تول احنا بنقدر نستخدمها حتى نتحكم بالبراوزر ونعمل اوتوميشن تيست للويب ابليكيشنز. احنا ما بنقدر نستخدم السايبرس حتى نعمل اوتوميشن للموبايل ابليكيشنز، ولكن احنا بنقدر نستخدمها حتى نعمل اوتوميشن تيست للويب ابليكيشنز وللاي بي ايز. وراح اورجيكم بهاي الدورة كيف راح نستخدم السايبرس حتى نعمل ويب اوتوميشن، وكمان برضو كيف نعمل اي بي اي اوتوميشن. الحلو بالسايبرس انها كثير سهله، وبنقدر ننزلها ونعملها كونفيجريشن باستخدام كوماند واحده. وراح نورجيكم بالدوره ولما نبدا بالسايبرس كيف انه من خلال هاي الكوماند اللي هي الان بي ام انستول سايبرس فعليا بنزل كل شيء وبنكون جاهزين انه احنا نستخدمها. هلا الحلو بالسايبرس انها هي مقسمه لقسمين رئيسيين، في اشي اسمه السايبرس تيست رانر وفي اشي اسمه السايبرس داشبورد، وراح نحكي عن هدول بالتفاصيل الدقيقة جدا بهاي الدورة. هلا هاي السايبرس هي عبارة عن اوبن سورس، معناها انها هي فري واحنا ما بندفع اشي حتى نستخدم السايبرس. ولكن لو بدنا نستخدم السايبرس داشبورد بعدد تيست كيسز اكبر من عدد معين، واللي هي 400 تيست كيس بالشهر، هون بصفي انه احنا لازم ندفع للسايبرس اشتراك مشان الداشبورد. ولكن بهاي الدورة وبشكل عام بالشركات احنا ما بنحتاج انه احنا نعمل اشتراك مع السايبرس داشبورد، فهي اوبن سورس بنقدر نستخدمها مجانا، واحنا بنقدر نستخدم السايبرس باستخدام الجافا سكريبت. هلا الحلو بالسايبرس كمان انها هي انبنت من الصفر. شو معناها انبنت من الصفر؟ معناها انها هي في لها اركيتكتشر كثير جديدة. هلا اغلبية التولز مثل بلاي رايتس، مثل الويب درايفر اي او، مثل كثير من هاي التولز اللي موجودة بالماركت حاليا هي عبارة عن سيلينيوم بيست، معناها انه في عنا ويب درايفر، ومن خلال الويب درايفر احنا بنتحكم بالبراوزر تاعنا. ولكن السايبرس بتختلف تماما، وجماعة السايبرس بنوها بمايند كثير جديدة ومن الصفر، بحيث انه السايبرس بيكون هو فعليا جوا البراوزر نفسه، مش انه بستخدم الويب درايفر. ولما نيجي على الدرس تاع الاركيتكتشر لما نحكي عنها بالتفصيل غير تفهموا هاي الاشياء اللي بحكيها. هلا في كثير فيتشرز حلوه بالسايبرس، مثل التايم ترافل، مثل الريل تايم ريلودز، مثل الاوتوماتيك ويتنج، وكل هاي الشغلات راح يكون في درس كامل عنها. وراح نشوف كمان بهاي الدوره كيف راح نبني فريم ورك من الصفر، وراح نعمل two real project applications. راح نعمل applications وراح نشوف كيف راح نربطها بالCI/CD، وراح نشوف كيف راح نعمل tests in parallel. انا كثير متحمس انه ابدا هاي الدوره معكم، فاذا انك انت حاب تكون ماستر بهاي التول تابع هاي الدوره، وخلينا نشوفكم بالفيديوهات الجايه.